أقيم المؤتمر الصحفي لفعاليات الدورة 33 من المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية، والذي سيقام خلال الفترة من 20 ديسمبر وحتى 9 من يناير، وتنظمه وزارة الحرس الوطني. لقاء الوطن، لقاء الجنادرية الذي يتجدد معكم عاما بعد عام بشوق ومحبة وولاء ووفاء، ولاء للأرض، ولاء للتاريخ، ولاء لولاة الأمر. ونحن على أعتاب انطلاق دورته 33 برعاية كريمة من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي تحمل هذا العام شعار وفاء وولاء. ويعد الجنادرية أكبر مهرجان تراثي سعودي وواحدا من أشهر المهرجانات الثقافية في العالم، وسيكون ضيف شرف المهرجان هذا العام هي دولة إندونيسيا. وكلنا نعلم أن مهرجان الجنادرية تعد مناسبة سنوية تاريخية لها أهميتها القصوى، وتجمع بين ثراء التراث الثقافي القديم مع إنجازات التقدم للمملكة العربية السعودية بشكل خاص والدول المحيطة بها بشكل عام. وسيتم في مهرجان الجنادرية لهذا العام فتح 6 بوابات بدلا من 3 لتخفيف الازدحام والوصول السهل للجنادرية. وسيفتح المهرجان أبوابه من الساعة 11 صباحا وحتى 11 مساء، وسيتضمن إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية المتنوعة التي تحكي تاريخ المملكة التليد وتستعرض تراثها الزاخر.